السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى اموركم كامله تكون مزيانه. مرحبا بكم في فيديو جديد. في هذا الفيديو غنشارك معكم الدجاج اللي كنت حضرت في اخر عرضه كنت درتها، دجاج غوتي ومعمر بواحد التعميره اللي ساهله بزاف، فيرميسال والكبده ديال الدجاج. فما نطولش عليكم بزاف، خليكم معايا باش تشوفوا التفاصيل. الو، هنا عندي 4 ديال الدجاجات بيان سور اللي مغسولين مزيان وبيتين كيقطروا حتى كينشفوا. غادي نبدا التحضير ديال الشرموله ديالهم، وغنحتاج ليها 8 ديال الفصوص ديال الثومه اللي غنمعكهم مزيان. غنحتاج كذلك العصير ديال سيترون، الربيع غنحتاج قزبور ومعدنوس 2 معالق كبار، غنحتاج كذلك لاموطارد معلقه كبيره تكون عامره مزيان، والهريسه غنحتاج 2 معالق صغار. بالنسبه للعطريه فغنحتاج العطريه العاديه ديال الدجاج، البزار، خرقوم، سكينجبير. الاضافه اللي غتكون عندنا هي التحميره، فغادي نديروها هنايا في هاد الدجاج ديالنا. اما بالنسبه للملحه فنديروا منها اتونسيون، ما غاديش نديروا بزاف، ما نساوش بلي عندنا الحامض مالح ولا موطارد حتى هي مالحه، فغندير غير شويه باش نوازن لوكو صافي. اخر حاجه غنضيفها هي هاد المكعبات البنه ديال الزعفران شعره، فغندير 3 د المكعبات ضروري كيعطي واحد البنه زوينه بزاف لهاد الدجاج ديالنا. صافي، وغندير شويه ديال زيت العود ونحرك مزيان هاد الشرموله ديالي. كيف ما شفتوا حركت ديك الشرموله مزيان وعطيتها الخاطر، خص ضروري تحرك مزيان باش كلشي المكونات تذوب وتتجانس مع بعضياتها. فهنا غادي نبدا نشرمل الدجاج ديالي، وكيف ما شفتوا كندخل الشرموله بين الجلده واللحم، الصدر كندير فيه تقيبات بالموس وندخل ليهم ديك الشرموله. مهم غادي نشرملوه مزيان باش يجينا بنين، حتى العظم ديالو كيشرب ديك الشرموله وكيعطي واحد البنه زوينه من بعد ما كيطيب. فوالا، شاركت معكم اون ديتاي هاد لو مومون اللي كنا كنشرملو فيه الدجاج باش تشوفوا شحال كنعطيو هاد الخاطر، اي كو سي تري امبورطون باش الدجاج ديالنا يجي بنين. الو، غنخليوه دو كوتي وندوزو باش نقادو لا فارس ديالنا. هنا غادي ناخدو مقله غنديرو فيها زيت العود وبصله مشلضه تكون كبيره، وغادي نشحروها في هاد الزويته مزيان. ما
من بعد ما كتبدا طيح لينا ديك البصله غادي نزيدو عليها قزبر ومعدنوس اون بون كونتيتي. فالعماره ديال هاد الدجاج كتحتاج فريمون ربع كونتيتي زوينه. غنضيف كذلك الثومه، عندي هنا القياس ديال 3 حتى ل4 د الفصوص ديال الثومه، وغنخلط مزيان هاد المكونات. غنضيف الحامض مرقد او مصير، هنا عندي هاد الحامض حايل نص حامضه اللي غنقطعو قطع صغيره، يعني بالقشره ديالو بلوزست ديالو كامل غادي نقطعو ونضيفو لهاد لافارس. وغادي نضيف داك الشويه ديال شرموله اللي بقات ليا، غادي نضيفها لهاد لافارس باش ما تضيع ليهاش. الا ما بقات لكمش ماشي مشكل، فحنايا مازال غادي نديرو لها العطريه ديالها. فوالا هنا غنبداو نديرو العطريه، غنديرو نفس العطريه اللي شرمنا بها الدجاج، البزار، تحميره، خرقوم، سكينجبير. وهنا غادي تسمحوا لي بزاف ما تكملاتش ليا لا بيريود اللي كنت كنصاوب فيها لا فارس، ما عرفتش كيفاش تحيدات ليا من التليفون. فهنا ضفت شويه ديال الزيتون وديك الكبده ديال الدجاج اللي قطعتها قطع صغيره والفيرميسال، وبديت كنشحر مزيان في ديك العطريه. صافي هكا كتكون واجده لنا لا فارس. غادي نخليوها تبرد شي شويه وندوزو باش نعمرو الدجاج ديالنا. بيان سور طريقه التعمير راه كلشي كيعرفها، كنعمرو مزيان الجوف ديال الدجاجه وغنسدوها بلي كوردون، ونخليو هذا الدجاج ديالنا يبات ليله كامله في هكا دو كوتي حتى لو لوندوما عاد نطيبوه. فكنوجدوه على تيساع هو شحال ما شرب ديك الشرموله، شحال ما بقى مشرمل قبل، شحال ما كيجينا بنين وفتي. فوالا هنايا سالينا شرملناه مزيان وعمرناه، غادي نسدوه بلي كوردون، نسدو داك الجوف ديالو بلي كوردون ونخليوه دو كوتي حتى لو لوندوما ان شاء الله عاد ندوزو باش نطيبوه. فوالا هذا النهار نورمالمون اللي كانت عندي فيه العرضه، فغادي نستفو هكا في لاطا ديال الفران. غادي ندخلو 2 ساعة قبل ما نحطو، حتى ل 2 ساعة ونص كيبقى على حسب الحجم ديال الدجاج. هنا كيف ما شفتو الجهه ديال العنق كنبوشيها بداك البابي كويسون، كنفرش لو بابي كويسون كنغطيه به وكنغطيه حتى بالبابي الومنيوم، وكندخلو كيف ما قلت لكم الفران على درجه 150 درجه ساعتين قبل ما غادي نقدمو. صافي وهنا من بعد ما كيطيب قدمته على هذا الشكل، فرشت ليه الخس وكنقطع الدجاجه في الوسط باش كتجي ديك لافارس باينه. بيان سور الدجاج ديالنا كيجي ناشف، فقدمته هكا مع الزيتون وشويه ديال الهريسه. فريمون كيجي زوين ويستاهل انكم ديروه، كو سوا ليكم كو سوا لضيافكم، كنتمنى ان تجربوه ويعجبكم. وغنقول لكم شكرا بزاف على المتابعه، نتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد، نبداو ان شاء الله التحضيرات ديال سيدنا رمضان. حواشركم مبروكه ونتلاقاو في ساعه الخير ان شاء الله. باي باي.